أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ثم ننجي الذين اتقوا
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن أحسن أثاثا ورئيا صدق الله.